طبعا زي ما انتم متعودين كل يوم احنا بنبدا اول شيء في الباوربوينت وبعدين نبدا نعمل تطبيق عملي مع بعض ونعمل يعني براكتس لعده نماذج لما كلنا نصل الى نفس يعني سيم ليفل. في نفس الوقت بنستخدم نفس ملف الاكسل للشغل عليه. فالان انا طبعا هذه الجلسه هي تعتبر جلسه مختصره، ببدا بها زي ما اقول اهداف المشروع. كلنا عارفين انه اهداف المشروع هي تعتبر قلب المشروع، يعني اهم جزء في المشروع هي الاهداف، والاهداف دائما هي ملخص اكثر ملخص مختصر لكل مقترح او لكل مشروع هو الهدف. او يفترض اننا عندما اقرا هدف المشروع او اهداف المشروع يفترض اننا فهمت المشروع تماما، أفهم المجال اللي بيشتغل عليه المشروع، من المستفيدين، عدد المستفيدين، المكان اللي بنشتغل عليه، ما هي القضية اللي بنشتغل عليها، كيف ممكن حتى أقيس النتائج المشروع هذا. فعليا نقدر نقول هي القلب النابض للمشروع. بنتعلم في هذه الجلسة تطوير أهداف مشروع بطريقة سمارت، وأيضا نتعلم الشروط الأخرى لصياغة الأهداف، وكيف إن إحنا من فين نستنبط محتوى المقترحات بالنسبة يعني بالمقارنة مع شجرة المشكلات. كلنا نعرف إن كلمة سمارت التي تعتبر أهم شرط من شروط صياغة الهدف، معناها إنه الاس specific يعني smart، عفواً الاس specific يعني محدد، الام measurable قابل للقياس زي ما نشوف أنا، اي achievable قابلية التطبيق، الار realistic والتي مرتبط بالزمن أو time bound. فهذه أهم شروط في صياغة الهدف، إنه يكون هدف محدد واقعي قابل للتطبيق قابل للقياس مرتبط بالزمن. طبعا هذا الشرط رغم انه الاغلب يعرفه بس باقي شروط اخرى، اذا قدرنا ان احنا نطبق الشروط الاخرى كلها، لان هي فعليا اربع شروط. الشرط انه يكون سمارت هو شرط واحد. نتعرف على الشروط الاخرى. قلنا انه يكون سمارت، محدد قابل للقياس قابل للتطبيق مرتبط بالاحتياج مرتبط بالزمن، يبدا بكلمات او افعال تعبر عن الزياده او النقصان. حطوا في بالكم انه دائما احنا نستخدم هذه الافعال في صياغه الهدف، على الاغلب ان احنا نستخدم نفسها، وممكن في كلمات اخرى ما ذكرتهاش انا، بس مثلا تحسين، زياده، نقص، تقليل، خفض، رفع، تحسين موجوده. ايوه احيانا بناء قدرات، بناء ممكن نعتبرها اني تعبر عن زياده حاجه. فعموما لازم يبدا الفعل بكلمه تحسين، زياده، نقص، تقليل، خفض. باللغه الانجليزيه نقول مثلا امبروف، تو امبروف، تو انكريز، تو ريديوس، وهكذا. فنستخدم دائما الكلمات اللي تبدا بالزياده او نقصان. لازم الهدف يجيب على أداة الاستفهام لماذا. لو تلاحظوا عندما نكتب باللغة الإنجليزية ما بنقول improve على طول، دائما نقول to improve، to decrease، to increase، to enhance، to reduce. هذه الكلمة to معنى أن احنا بنختصر كلمة in order to، يعني من أجل كذا وكذا. فلازم أنه السؤال أو الهدف المشروع يعبر عن السؤال أو يجيب عن السؤال لماذا. احنا نقول لزيادة، لتحسين، أو من أجل تقليل، من أجل تنقيص، من أجل خفض. وأيضا نستخدم الفعل بصيغة المضارع، ما نستخدم لا ماضي ولا مستقبل. ليش ذكرنا الفعل المضارع والماضي والمستقبل؟ لأنه مثلا في معانا الأنشطة، في معانا بالتحديد الأنشطة مع الأهداف لازم نستخدم فيها الفعل المضارع، أنشطة وأهداف. إذا حد يكتب منكم الملاحظات هذه، الأنشطة والأهداف دائما نستخدم الفعل المضارع، لكن نستخدم مثلا معنا الأثر،
نتيجة المشروع، المخرجات، المؤشرات ممكن نستخدم فيها الفعل الماضي. طبعاً نحن نتكلم المضارع البسيط ونتكلم على الماضي البسيط إذا إحنا بنتكلم باللغة الإنجليزية. فإحنا نستخدم past simple ونستخدم present simple في الصياغة. نحاول نحن نعمل تطبيق لهذه الأربع شروط، سواء طبعاً الهدف كان هدف عام أو أهداف خاصة، لازم نطبق نفس الشروط. في كثير يقولوا لا الهدف العام مكتوب أي حاجة والهدف الخاصة لازم تكون سمارت. وتحطوا في بالكم إنه إحنا مش قادرين نتأكد إنه المانح عندما يبدأ تقييم المشروع مش عارف إنه هل بيهتم ويركز على الهدف العام أو الهدف الخاصة، وممكن يقرأ فقط الهدف العام يعمل لنا الدرجة. تحطوا في بالكم أيضا إنه صياغة الأهداف أو الهدف أهداف المشروع عادة عليها ما لا يقل عن 5 درجات من 100. يعني عندما المانحين يقيموا المقترح 5 درجات من 100 على الأغلب إنه هذه درجة هدف المشروع. ولأنه شيء بسيط ليش نضيع الـ5 درجات؟ طيب نجي نشوف الآن مشكلات، كيف حولنا المشكلات اللي أمس ناقشناها إلى أهداف. لو تلاحظوا كان معنا في شجرة المشكلات المشكلة الرئيسية اللي كانت ساق الشجرة، الآن تحولت إلى هدف عام للمشروع. عندنا الطرف الأول والثاني والثالث، كل واحد من الأطراف الرئيسية المتسببين في المشكلة يحتاج هدف خاص، فبنعمل هدف خاص أول، بنعمل هدف خاص ثاني، ونعمل هدف خاص ثالث. مثلاً كانت المشكلة صعوبة التحاق، كانت صعوبة التحاق 4500 طفل بالمدارس الابتدائية في مدينة ألفالاند خلال العام الدراسي 2021-2022. الهدف العام تحول إلى زيادة التحاق 4500 طفل. لاحظوا مجرد كلمة صعوبة التحاق رجعناها زيادة، فقط عكسناها. لو نجي نطبق الشروط تبعنا، هل الموضوع محدد؟ نعم الموضوع محدد أنه متعلق بالتحاق الأطفال بالمدارس، فهو الموضوع محدد. هل هو قابل للقياس؟ نعم بنتكلم على 4500 طفل وطفلة. هل محدد أيضا بالمنطقة؟ نعم محدد في مدينة كذا وكذا. هل هو مرتبط بالزمن؟ نعم. هل هو قابل للتطبيق؟ يفترض أيوة. هل هو واقعي ومرتبط بالاحتياج؟ نعم. فهذه هي الطريقة للصياغات. طبعا لاحظوا كيف ظهرت الانخفاض، مثلا ممكن نقول خفض، كانت المشكلة أنه خفض وصول أو صعوبة وصول هذا العدد، وكان عندنا 3 أطراف معنية نعمل لهم أهداف، يعني نفس الهدف اللي تكلمنا عليها أول. بالنسبة للأسرة والمجتمع، لو رجعت قلنا عندنا الأسرة والمجتمع، المدارس، المعلمون والمعلمات، لاحظوا أنه في هدف خاص بيكون لهذولا، هدف لهذولا، هدف لهذولا. شوفوا هنا فيما يخص الأسرة والمجتمع، رفع وعي عدد 3000 من أولياء الأمور وقادة المجتمع بأهمية التعليم الشامل بحلول نهاية 2021. بالنسبة للمدارس قلنا تحسين بيئة التعليم في 14 مدرسة خلال العام الدراسي كذا وكذا. بالنسبة للمعلمين والمعلمات قلنا بناء قدرات 124 معلما ومعلمات في طرق التدريس الحديثة بنهاية المشروع. لاحظوا كيف أنه الأهداف منين صغناها. هنا ممكن قبل ما أنتقل نرجع لهذا السلايد، مهم جدا نؤكد أنه ما ينفعش نكتب مقترح مشروع ونحط فيه 10 أهداف أو نحط 12 هدف. أنا شفت كثير مشاريع تقدمها منظمات ويعملوا 13 هدف 10 أهداف 8 أهداف، يجلسوا يكتبوا هدف 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 وهي كلها عبارة عن أنشطة ما لهاش علاقة بالأهداف. فمهم جدا أنه الأهداف المشروع ما تزيدش عن 3 إلى 4 إلى 5 إلى 6 ماكسيمم، ويفضل أن احنا نكتفي بواحد أو ممكن نعمل 3 أهداف خاصة مع هدف عام، يعني مثلا 4 أهداف 5 أهداف. فأنا مثلا من نصيحتي أنه ما نزيدش عن 3 إلى 4 أهداف. هذه النصيحة اللي ممكن نخرج بها. هنا طبعا في أمثلة زيادة التحاق 10000 طفل، ولاحظوا وزعناهم قلنا 5000 أولاد 5000 بنات بالمدارس الأساسية والثانوية في مديرية الدارسة خلال العام الدراسي كذا وكذا. تحسين قدرة 48 من مقدمي الخدمات الصحية على الإدارة المتكاملة لصحة الطفل في مدينة جوبا خلال العام 2023. أتمنى وأنتم وأنا أقرأ كل نقطة تشوفوا هل هي سمارت ولا لا. زيادة هل هي سمارت؟ هل بدأت بفعل يعبر عن الزيادة أو النقصان؟ وأيضا هل تجيب عن أداة الاستفهام لماذا؟ زيادة حصول 3000 نازح على مساعدة الإيواء الطارئة في بلدة معرة النعمان لمدة 12 شهر.
زيادة وصول 700 أسرة في مدينة أنطاكيا على أنشطة سبل العيش بحلول نهاية عام 2023، زيادة توعية عدد 500 طالب وطالبة بالطرق الصحيحة للتعامل مع الأجسام الغريبة والتي قد تكون تابعة للانفجار في مدينة تعز بنهاية كذا وكذا. هذه أمثلة. الآن إحنا نحتاج أن كل واحد منكم يعمل صياغات. أنا ممكن أخلي الأمثلة هذه أو ممكن أرجع إلى الشروط، وكل واحد منكم يصيغ الهدف الخاص بالمشروع قبل ما نحن نشتغل بعدين مع بعض. بس الآن معنا تقريباً 7 دقائق، كل واحد يحط الهدف، على الأقل كل واحد يعمل صياغة الهدف يحطها في الشات ونقرأها ونتفق كلنا، كلكم تقرأوها معي، إنه هل هي سمارت، هل تلك في شروط الهدف أم لا. فمعنا 7 دقائق، بليز حاولوا تكتبوا أهداف كلها بغرض التعلم، ما فيش قلق إني تطلع خطأ. لاحظوا مثلا أنا لو جاوبت على سؤال لماذا، مثلا لماذا إحنا جالسين الآن مع بعض يعني في هذا التدريب، لو تكلمت عن النشاط، النشاط هو عبارة عن تدريب 40 شخص من موظفي وقيادات المنظمات على كتابة مقترحات المشاريع والبحث عن المال، هذا نشاط. لو قلت لماذا، بيكون بناء، من أجل بناء، بيكون من أجل بناء، بناء بناء قدرات موظفي وقيادات المنظمات على كتابة المقترحات والبحث عن المانحين خلال مارس 2022 ميلادية. من يعلق على هذا الهدف اللي حطيته أنا؟ طيب الآن معنا دكتورة وهيبة عملت هدف زيادة عدد القابلات في مستشفيات مدينة عدن إلى 2000 قابلة في عامي 2022 حتى عام 2024. طيب من ممكن يعلق على هذا الهدف؟ دكتور ممكن نقول تغيير، أظن أنه كهدف عام ممتاز، بس في تساؤل أنه هل لازم يكون الهدف العام للمشروع أيضا من ضمن العنوان فيه أذكر فيه كتارجت معين كرقم، ليش ما أخليها كاش؟ ما ينفع، لازم سمارت. قلت لكم لأنه ما ينفع نحنش واثقين عن إيش بيقيم، يعني هل بيقيم الهدف العام ولا الخاص، وهو لازم يشوف سمارت. يعني أيضا كما لازم يكون من ضمنها أنه محقق هدف عام أو خاص، لازم ترتبطوا. أنه إحنا كان زمان يعلمونا أنه الهدف العام اكتب أي حاجة، مثلا تحسين صحة الأمهات في اليمن، هكذا هذا الهدف العام. الهدف الخاص لازم يكون سمارت، وهذا غلط كبير. إحنا ملزمين، حطوا في بالكم، لما نحط هدف في أي مقترح ووقعنا اتفاقية مع مانح، إحنا ملزمين بتحقيقه سواء هدف عام ولا هدف خاص. ما هوش الكلام عام، يعني ما هوش كلام فاضي فقط إحنا نعبي فراغات. وأنا طبعا أكلمكم على الطريقة الاحترافية، أنتم بدك تكتشفوا في حياتكم إن في مشاريع بتتمول بالصياغة أي كلام، بس مش شرط. لا نحطش في بالنا إنه ممكن تقبل لنا مشاريع يعني صياغة مش تمام. حطوا في بالكم إنه دائما كل فترة بيحصل تنافس أكبر، فلازم تكون مقترحاتنا مضبوطة. طيب مثلا إذا علقتنا على موضوع زيادة عدد القابلات في مستشفيات مدينة عدن إلى 2000، رغم أنه قابل للقياس، المكان محدد، الموضوع محدد، مرتبط بالزمن، فقط أنه زيادة عدد القابلات يعني باقي فيه شوية يحتاج، مثلا هل ممكن نقول زيادة توظيف القابلات في مستشفيات عدن، أو يعني عدن مش عارف الزيادة هذا كيف بتكون، بس فيها شوية تحتاج شوية توظيف في ممكن نقول توظيف أو تدريب أو أيوة أو زيادة رواتب أو عدم، ما ضبطتش يعني في هذا الموضوع. يعني عادة القابلات المؤهلات، ممكن زيادة عدد القابلات المؤهلات معنى ان احنا بنعمل تدريب او بالضبط هذا المقصود يا دكتور. هذا الكلام انا ممكن هو صحيح، لكن في حال اذا انا كان هدفي في مشروع هو زيادة عدد او انشاء ولا اخره، طب اذا مثلا زي مشروع ار اتش كان فيه لتقليل عدد الوفيات للامهات والاطفال، كيف احدد عدد؟
في هدف عام. احيانا بشوف لما نتكلم على وفيات ومرضى وكذا، او هذه اول شيء تكون مشاريع كبيره، ثانيا بيكون فيها تقييم، يعني بنعتمد على تقارير وزاره الصحه وفيها زمن معين وبنعمل تقييم، وايضا احنا ما بنذكر عدد، بنعمل نسبه، تقليل نسبه وفيات الامهات او نسبه وفيات الاطفال، وبناخذ وبنعمل لها تقييمات بعد زمن، يعني بعد مرور سنتين ثلاث من شغلنا في الميدان، وبعدين نبدا نقارن تقارير سنوات سابقه بسنوات المشروع. اوكي دكتور، هذا ممتاز الكلام. بس انا اتكلم الان كهدف عام في انشائه في البروبوزل. الان انت تذكر انه لازم يكون زي ما قلت انه قابل للقياس، وانا ما استطيع الا اعمل انه تقليل نسبه بعدين تحت في الهدف الخاص. بس اذكر فيه النسبه كم كانت وكم نقصت. لا المفروض انه تقليل نسبه وفيات الامهات الى 20% مثلا، وقد لازم تحطها في الهدف العام. لازم نشتغل واحنا متاكدين انه كل هدف حطيناه سمارت، ما فيش اي مبرر ان احنا نعمل هدف ما هو سمارت. اذا المفهوم. شكرا يا دكتور. طيب شوف، وانا عملت هدف انا كان بناء قدرات موظفي وقيادات المنظمات على كتابه المقترحات والبحث عن الناجحين خلال مارس 2022. طيب انا اعلق بشكل سريع عن المشكله. اول شيء انه ما هوش قابل للقياس، ما قلتش كم عدد الموظفين والقيادات اللي بندربهم، فهذه مشكله. هذا اولا. ممكن يفضل انه نحسن انه ما جاوبش كثير على لماذا. المفروض انه انا ليش اصلا ببني قدرات؟ المفروض انه نقول تحسين الفرص التمويليه لعدد كذا وكذا المنظمه عن طريق تدريب قياداتها في كتابه مقترحات المشاريع. يعني ما هو الهدف اصلا من بناء القدرات هذا؟ انه تحسين فرص التمويلات. طيب نجينا عند هدى، عامله تحسين سبل المعيشه لعدد 5000 نازح ونازحه في مديرية الجراحي خلال العام 2022. كيف تشوفوا هذا؟ هل في أي ملاحظة؟ بدأت بفعل اللي هو بكلمة تحسين، تمام، سبل المعيشة واضح، عدد قابل للقياس، محددة الفئة أنها نازح نازحة يعني مور سبيسيفيك، وفي مديرية الجراحي معناها سبيسيفيك، ممكن يكون قابل للقياس، ممكن نبدأ نتساءل عن قابلية التطبيق إلى أي مدى أنه قادر يوصل إلى 5000 يحسنوا سبل المعيشة تبعهم خلال 2022. فقد يكون فقط أنه 5000 ربما نشوفها عدد كبير فيما يخص سبل المعيشة، ولأنه خصوصا خلال عام واحد، فأحيانا قد نضطر نراجع نقد نكتب بدل 5000 نعمل 500 نازح ونازح مثلا. هذه فقط اقتراح لكن كصياغة سمارت مضبوط. طيب نشوف داود، تقليل نسبة الوفيات للأمهات والأطفال أثناء الولادة في محافظة تعز هدف عام علقنا عليه، إنه ما لازم نذكر إلى كم، إلى 20%. ونفس الشيء لازم إنه يكون في المشروع واضح كم هو النسبة الآن يعني. طيب أنا عارف نشوف مش عارف ولا عريف، زيادة عدد حصول 300 من النازحين على مساعدات المأوى الطارئ، زيادة عدد حصول 300 من النازحين على مساعدة المأوى الطارئ في مديرية الحالي خلال 12 شهر مضبوط، زيادة، وهنا العدد والموضوع محدد والمديرية محددة والزمن مرتبط، تمام مضبوط. طيب مختار قال توفير جلسات العلاج بالإشعاع العدد 500 من اليمنيين المصابين بسرطان الرجال والنساء في صنعاء. عندنا مشكلتين هنا. أول شيء بدأت كلمة توفير، وتوفير كأنه نشاط مش كأنه يعني ظهر كأنه نشاط مش كأنه هدف. ثانيا مش مرتبط بزمن. تحسين وصول عدد 500 من اليمنيين المصابين بالسرطان من الرجال والنساء في صنعاء إلى جلسات العلاج بالإشعاع خلال مثلا عام 2022 سيحتاج إعادة صياغة. تقليل جميل، قال تقليل نسبة 3000 من الطلاب المتسربين بالمدارس في مديرية المبار. طبعا أين المشكلة هنا؟ كلمة نسبة، تقليل نسبة 3000 يعني ما ضبطتش يعني.
فكلمة نسبة ما تجيش. لو قلنا تقليل التسرب من التعليم لعدد 3000، تقليل المتسربين من أو تقليل تسرب عدد 3000 من الطلاب والطالبات في مدارس الحكومية في مديرية المظفر في تعز خلال عام كذا وكذا. طيب محمد زمام قال ضمان وصول النازحين المتضررين من النزاع للخدمات الأساسية. كلمة ضمان ما يعني لا تعبر عن الزيادة والنقصان. باللغة الإنجليزية لو ترجمناها ما بتضبطش معانا، ما تبينش إنه increase أو فممكن نقول تحسين الوصول أو تحسين الحصول. ما هوش قابل للقياس، لازم نقول عدد كذا وكذا من النازحين المتضررين. ما حددناش المكان المدينة أو المديرية، وما حددناش الزمن، تحتاج إعادة صياغة كبيرة. طيب نادر نادر قال توترين 48 University IT graduates in ERP systems خلال كذا وكذا. ها نترين كلمة تدريب على طول تظهر أنه نشاط مش هدف. فإحنا هنا نقول أنه تحسين قدرات، فإحنا ممكن نقول improve the capacity أو improve the skills of 48 university IT graduates in ERP systems في كذا خلال في صنعاء خلال 2022. إذن to improve capacities أو to improve the skills of 48 university IT graduates in ERP systems by 2021 أو by the end of 2022. طيب فاتن increase the access of 7000 people in Usab district بني علي sub district to clean drinking water safe sanitation and hygiene by the end of 2018. عفوا بس by 2022 سهل هذا، حتى لو اعتبرنا أهم شيء إنه smart حاليا increase the access of 7000 people من منطقة كذا وكذا إلى مياه شرب سمارت يعتبر تمام، ما عدا أنه عادة باللغة الإنجليزية نبدأ بكلمة to increase the access of، بس مضبوط. أوكي. طيب أصيل مختار زيادة فرص الشفاء لعدد 500 مصابين بسرطان الذكور والإناث توفير 2000 جلسة علاج بالإشعاع خلال العام 2022 في صنعاء. ممكن هكذا ممكن يمشي كصياغة، بس دائما أنا بنصحكم دائما حطوا الزمن في النهاية وحطوا المكان قبل الزمن. فمثلا ويفضل أنه المكان يكون بين بعد عدد المستفيدين. مثلا زيادة فرص الشفاء لعدد 500 من المصابين بالسرطان من الذكور والإناث في صنعاء عن طريق جلسات أو عن طريق توفير 2000 جلسة إشعاع خلال العام كذا وكذا. فممكن إحنا ما مش ضروري نذكر عدد الجلسات الإشعاع، بس نقول مثلا عن طريق توفير جلسات الإشعاع خلال العام كذا وكذا بشكل عام يعتبر تمام. طيب بثينة تحسين الوضع الاقتصادي لعدد لمئة من الشباب والنساء في فئة المهمشين في مديرية القاهرة محافظة عز خلال إبريل سبتمبر من العام 2022 ميلادية. أوكي تمام، يعني يعتبر سمارت. في كلمة الوضع الاقتصادي هكذا بيّنت أنها مش سبيسيفيك، يعني فيها شوية غموض هكذا، رغم أنه أوكي معنى أنه تحسين ممكن نقول تحسين سبل المعيشة أو تحسين حصولهم على فرص وظيفية أو تحسين دخلهم. أحياناً في بعض الكلمات تبين أني فضفاضة زيادة فما هيش سبيسيفيك، وأيضاً لو نقدر نعديها ونعتبرها صح. أوكي. نشوف أحمد. أحمد قال قدرة المجتمع اليمني على المشاركة. لازم نحن نوضح إيش، هل بشكل فاعل لمواجهة التغيرات المناخية. لازم نبدأ بفعل أو بكلمات تعبر عن الزيادة والنقصان. فمفروض نقول تحسين قدرات وبعدين كلمة المجتمع اليمني كلمة عامة. لو إحنا قلنا تحسين قدرات عدد 20 من الشباب اليمني على المشاركة الفاعلة في مواجهة التغيرات المناخية على المستوى في اليمن،
يفضل حتى نركز على اليمن نخلينا مثلا مركزين على منطقة محددة، يعني حتى لو ما نتكلمش على مديرية معينة ممكن نتكلم على اليمن بشكل عام. إذا تحسين مشاركة مثلا 20 من الشباب اليمني من الشباب والشابات في اليمن على أو تحسين أوكي على المشاركة، ممكن في الفعاليات الإقليمية والعالمية ممكن نقولها كذا. طيب أنا على improve the health services، تحسين الخدمات الصحية لعدد 2000 طفل في الـ IMCI هذه اللي integrated management of childhood illnesses in Khamfar district Abyan governorate by the end of 2022. يعتبر مضبوط، يفضل زي ما قلنا باللغة الإنجليزية نبدأ بـ to improve the health services، ويفضل نحن نقول to improve the access of 2000 children to IMCI and health services in Khamfar وكذا إلى النهاية، بس في كل الأحوال مضبوط. طيب مها، تحسين مستوى دخل الفرد لعدد 2000 أسرة من النازحين والمجتمع المضيف في مديرية الرجم محافظة المحيط العام 2022. يعتبر مضبوط، في حاجة واحدة فقط إن كلمة الفرد والأسرة ربشت الدنيا، فإحنا ممكن نقول تحسين مستوى دخل 2000 أسرة على طول يعني بدون ما نذكر كلمة الفرد. ونفس الشيء لأنه عندما نتكلم آلاف الأسر وتحسين مستوى الدخل وفي سنة واحدة ما يفضلش إنه يعني العدد يعتبر كبير، بس بشكل عام كصياغة مضبوط. فاطمة، تطوير عملية تقديم الخدمة الصحية لعدد 20 مركز صحي في مديرية الحزم محافظة الجوف خلال النصف الأول من 2022. طيب هنا ممكن نقول تحسين يفضل بدل كلمة تطوير، تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة في 20 مركز صحي إلى آخر. لاحظوا الصياغة كيف تحسين جودة الخدمات، طالما احنا مركزين الآن على تحسين في داخل المراكز الصحية مهم جدا نتكلم على تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة في 20 مركز صحي. طبعا كل 20 مركز صحي في مديرية الحزم ما ينفعش، لأنه أكيد ما فيش 20 مركز صحي في مديرية الحزم، المشكلة أن احنا نعرف المديرية، فممكن نقول تحسين الخدمات الصحية المقدمة في 20 مركز صحي بمحافظة الجوف مثلا في كل المديريات أو في 5 مديريات بمحافظة الجوف. طيب نشوف مختار يقول عدل، تمام بنشوف. طيب الفرح، increase the jobs opportunities for Yemeni youth in صنعاء، especially youth range from كذا وكذا من 19 إلى 25 years old 2022. الصياغة تحتاج شوية بس هكذا يعني مش نضبطها أكثر، مثلا نقول to increase the access. So we start with the infinitive, doctor. أيوة دائما، لأني هي فعليا كان إحنا نقول in order to increase. Oh, okay. كأننا سألت لماذا قررتي تعملي المشروع هذا؟ I got that idea. In order to increase، فأنا أقول to increase the access of 20 to increase the access of 100 young men and women مثلا. Okay, so young men and women, then special females. وبعدين نقول two job opportunities. Okay, at the end. أيوة، فأنا أقول to increase the access of 100 young men and women مثلا، أو young men أو young women two job opportunities in صنعاء مثلا، لو احنا نتكلم على صنعاء. ايوه yeah, in صنعاء ونقول during 2022 during the year. او okay. ممكن نقول by the end of 2022 okay او thank by the you. end of 2023 بيكون هكذا مضبوط تماما. appreciate it thank you very much. طيب نشوف تقليل نسبة الأمية إلى 10% في مديرية شبام لزيادة نسبة المتعلمين. طيب بالنسبة لأيمن، طبعا احنا لو تلاحظ ظهرت عندنا مشكلتين، انه تقليل وفي زيادة، ظهرين فعلين او كلمتين مع انها تدعم بعضها لكن ربشت الدنيا. يا اما انه يكون زيادة نسبة المتعلمين يا اما تقليل نسبة الأمية، لازم نلتزم بواحدة منها. فممكن نقول تقليل نسبة الأمية إلى 10%
في مديرية شبام، ولو لأن إحنا نعرف إن في اثنين شبام، حدد مثلا شبام حضرموت ولا شبام كوكبان، في مديرية شبام خلال ممكن نقول خلال، طبعا لو تلاحظوا عندما نتكلم على نسبة، النسبة ما نقدرش دائما ننجزها في سنة، دائما عندما نذكر كلمة نسبة ممكن نشتي 10 سنين عشان نحقق هذا الخبر، وبعدها في يعني شغل كبير تحت شغل كبير. فيفضل احنا ممكن نقول تحسين حصول عدد 3000 من الأطفال أو حتى من كبار من الشباب على دروس محو الأمية، في حالة ان احنا نستهدف الشباب اللي ما تعلموش، على دروس محو الأمية خلال في مديرية شبام خلال عام 2023. أتمنى يا أيمن أني وصلت الفكرة، وممكن تعيد صياغتها وترسلها لي لما نضبطها. طيب شريف قال توزيع، كلمة توزيع على طول نشاط مش هدف. توزيع عدد 1000 سلة غذائية لست مراحل في مديرية دوران آنس للأسر الأشد احتياجا خلال كذا وكذا، هذه تلقائيا هدف. فإحنا بنقول هنا بنقول تحسين حصول 1000 من 1000 أسرة، شوف تحسين حصول 1000 أسرة من مديرية دوران آنس على الغذاء أو على السلات الغذائية خلال عام 2022. ممكن نقول 6 مراحل فيها، لكن بشكل عام أمشي إنه لماذا أصلاً نوزع غذاء؟ من أجل تحسين حصول 1000 أسرة على الغذاء الكافي والمتنوع في مديرية دوران آنس خلال عام 2022. طيب ما الذي يميز الهدف العام عن الأهداف الخاصة؟ قلنا الهدف العام دائما كأن احنا نجيب عن الهدف العام نجيب عن المشكلة الرئيسية، الأهداف الخاصة يجيب عن الأطراف المعنية بالمشكلة. وكنت عملت لكم المقارنة في الباوربوينت وممكن نكررها، بنلاقي انه عند الهدف المشكله الرئيسيه للمشروع نحط نعمل لها هدف عام، الاطراف المعنيه نعمل هدف خاص لكل واحد. مثلا في حاله التعليم كانت المشكله صعوبه وصول الاطفال للتعليم، فعملنا لهم هدف عام تحسين حصول الاطفال على التعليم. كان عندنا مشكله انه المدرسين والمدرسات عندهم مشاكل، نعمل هدف لتحسين وضع المعلمين والمعلمات. المدرسه كان فيها مشاكل، نعمل هدف خاص تحسين البيئه المدرسيه او بيئه التعليم في المدارس. كان عندنا مشكلة أن المجتمع عندها الوعي ناقص أو غير مهتم، فبنعمل هدف خاص لتحسين استجابة المجتمع للمشكلة هذا. فالأهداف الخاصة تركز تماماً على الأسباب المشكلة، زيادة حصول عدد 700 امرأة على خدمات الدعم النفسي في مديرية التعزية في محافظة تعز خلال 7 أشهر. يفترض أنه مضبوط، أول شيء مضبوط لأنه العدد محدد قابل للقياس، الخدمة نفسها حددتها دعم نفسي يعني ما فيش تشتت، المديرية واضحة في تعزية محافظة تعز، والزمن موجود وبدأت بفعل يشير إلى الزيادة والنقصان، فهو مضبوط. طيب هنا إيمان قالت to improve access of 10,000 IDBs insights drinking water sanitation and hygiene services in مارب العواضي by the end of 2022. بنشوف انه الهدف يعتبر يعني لا بأس به بشكل كبير، to improve the access of 10,000 ITPs يعني مركز على 10,000 من النازحين، في بس اللي ما وضحتش insights هذه اللي ربشت الدنيا. فأنا بنقول to improve the access of 10,000 ITPs to safe drinking water و للنهاية. فقط بعد IDBs نحول بدل كلمة insights إلى to. أصيل تحسين قدرات مزودي خدمات الحماية العدد 20 في مراكز الحماية بمديرية صالة خلال عام 2022. يفضل نحط العدد قبل كلمة مزودي خدمات، نقول تحسين قدرات 20 من مزودي خدمات الحماية في مراكز في المراكز المجتمعية أو في مراكز تقديم خدمات الحماية ومديرية صالة خلال عام 2022. بشكل عام يعتبر تمام بشكل عام يعني. وفي هدف ثاني تحسين حصول 20 متدرب ومتدربة على إجراءات التشغيل الموحد في مراكز الحماية ومديرية صالة، وهذا مضبوط.
تحسين قدرات 20 متدرب ومدربة في إجراءات التشغيل الموحدها في تكرار هنا تمام. رفع قدرات 200 مزارع بمحافظة حضرموت على آلية استخدام طرق الري الحديثة بنهاية 2023 مضبوط تماما. واضح أنه العدد يعني قابل للقياس. المكان محدد محافظة حضرموت، آلية استخدام طرق الري الحديثة واضحة وسبيسيفيك، والزمن محدد فيعتبر مضبوط تماما. طيب معناها كذا أظن أنه جاوبنا على كل أسئلتكم وكلكم أبدعتوا بشكل عام يعني أحسن بكثير من ما أنا متعود ألاقي من المتدربين. يا دكتور إذا بدل مثلا to increase، إذا قلنا increasing هل نفس المعنى تكون ولا كيف؟ شوفوا على بعض أو على الأغلب أنه هي تمشي يعني معقولة، لكن دحين إحنا ما بين أن الواحد يكون very professional يعني دقيق جدا في الصياغات، فالأفضل نقول to increase. ها تمام، لكن مش معنى أني بقد يشوف المعنى غلط قد يعديه. طيب أيمن، تقليل نسبة الأمنية من ما فوق سن 30 عام بطول إناث إلى 10% في جيلة شبان فوقبان، باقي تحدد الزمن خلال كم؟ بأي ينفع بالأشهر؟ في كان في سؤال من أيمن، هل عندما نحط الزمن نحطه بالأشهر أو بالسنوات أو نحط زمن محدد؟ لازم أنه فقط يظهر المدة، يعني مثلا ممكن نقول خلال 10 سنوات انتهى الموضوع، أو ممكن نقول خلال فترة المشروع وخلاص، أو ممكن نقول خلال 12 شهر أو خلال 18 شهر 30 شهر، أو ممكن نقول بنهاية 2023 أو بنهاية 2025. أمشي إنه اللي يقرأ هذا بيظهر له المدة كم تماما. إلى 10% في مديرة شبان كوكبان زي ما قلت يا أيمن تحتاج إنك تحدد الزمن، ممكن تقول خلال 5 سنوات أو خلال 10 سنوات. في حد من برنامج التنمية الإنسانية قالوا تطوير مهارات 40 متدرب ومتدربة في مجال كتابة المشاريع لشهر مارس عام 2022. أيوة يعتبر تطوير مهارات 40 متدرب ومتدربة في مجال التمام، هذا يعتبر سمارت. مش عارف إذا أنا وأنا جالس أقرأ الأهداف عديت حق أي واحد. أحمد فؤاد يتكلم على إذا كان الهدف عام، سواء هدف عام أو خاص لازم نلتزم بسمارت، لازم جدا إن إحنا ما نعملش هدف إلا يكون سمارت. طيب تتذكروا أمس إحنا كنا شغالين على هذا الأداة، كنا شغالين على هذا الأداة، كان معانا شجرة المشكلات الخاصة مثلا بمشروع الواش اللي هو المياه والصرف الصحي والنظافة، كان عندنا المشكلة الرئيسية، تذكرون كان عندنا المشكلة الرئيسية صعوبة الحصول على مياه شرب، وكان عندنا موقع المشكلة والشباب، كان عندنا المياه والصرف الصحي والنظافة. هذا الثلاث الأشياء لو نجي لعند شجرة الحلول المفروض أن هانا بيتحول لحظة المشكلة الرئيسية بيتحول هدف عام للمشروع. تحسين الحصول كانت صعوبة الوصول، رجعناها تحسين الحصول على مياه الشرب، بس ما هي المشكلة الآن أنه غير قابل للقياس. فإحنا قد نضطر هنا نقول مثلا إذا إحنا بنتكلم على مدير اتصال، أمس لو تذكروا كنت أقول لكم في مشكلة إحنا مش محددين منطقة معينة في مدير اتصال، فهذا خلى الموضوع صعب جدا. إحنا نتكلم على مديرية في مدينة، يعني بنتكلم على 300,000، نتكلم على كذا، صعب جدا إحنا نعتبره قابل للقياس. فإحنا ممكن نقول تحسين حصول 10,000. أيوة مثلا في منطقة الشماسي ممكن نقول تحسين حصول 10,000 شخص. فين يا أصيل؟ في منطقة الشماسي، منطقة كبيرة. طيب شخص في منطقة أو من منطقة؟ من حي. أيوة من في أيوة من حي من حي الشماسي مديرية صالة. محافظة تعز على المياه الشرب النظيفة، وممكن حتى نقول الصرف الصحي الآمن والنظافة، بس أو ممكن نقول على مياه الشرب النظيفة بكمية كافية في مديرية. خلاص أنا خلال
يقول خلال 2022 ميلادي مثلا، ممكن يكون هكذا الهدف بيتحول هذا هدف عام. لاحظوا حتى هو هدف عام ما فيش معانا مجال ان احنا نهرب انه ما يكونش سمارت. طيب لو نجي لعند الاهداف الفرعيه، احنا ممكن هنا طبعا هي تحولت انشطه فما نحتاج نخليها سمارت. طبعا يفضل ان تكون سمارت، بس بس اقصد انا هنا احنا ما نتكلمش على الانشطه اليوم، احنا نتكلم على الاهداف. فممكن ان احنا نعمل هدف خاص بالمياه. احنا ممكن نعمل هنا المياه، ممكن نعمل لها هدف تحسين مصادر، تحسين ممكن نقول 5 مصادر مياه في مديرية صالح محافظة تعز خلال 20 ميلادية، أو إعادة تأهيل. ممكن نقول إعادة تأهيل، رغم أنه هل هي تعبر عن الزيادة والنقصان وأنا جالس أفكر فيه. تحسين القدرات التشغيلية لخمسة مصادر مياه أو في 5 مصادر. يعني أنا جالس بس أبين لكم أن إحنا ممكن نلعب بالصياغة. ممكن هكذا يعني نعمل. هل ممكن نقول تطوير كمان ولا لا؟ ممكن نقول تطوير، أو ممكن، أو ممكن تعزيز أو تحسين. ممكن ممكن هو يعتمد على طريقة ما في تنظيم الطريقة المنظمة. طيب لو نجي للصف الصحي، ممكن نقول هنا تحسين شبكة الصرف الصحي في مديرية صالة. ممكن نقول في حي، لو نشتي نخليها محددة أكثر، في حي الشماسي مديرية صالة محافظة تعز إلى 2020 ميلادية. لو دكتور لو استخدمنا هنا تأهيل مثلا، لأن هو الصرف الصحي أصلا موجود، بس إحنا حنأهله من جديد، نعمل هي أشياء. هي مشكلة، لا التأهيل هنا ظهر عندنا كنشاط لو طلعت أوكي كنشاط استخدم، فهمتك. لكن يعني لو لا الحين لو قلنا لماذا بنعمل إعادة التأهيل وبنعمل الصيانة وبنعمل التنسيق وبنعمل كل الأشطاء من أجل إيش؟ logical order. لو تلاحظوا احنا بندرب متطوعين، بنسق مع المنظمه، بنعمل صيانه شبكات، وبنعمل اعاده تاهيل كلها من اجل تحسين القدرات التشغيل. اوكي مفهوم الان. اوكي سو هذا هنا وسيله للتحسين. بالضبط. فكل شيء بيصب بنفس الطريقه، وبعدها بنظهر انه في لماذا بنعمل تحسين للقدرات التشغيليه؟ لماذا بنحسن الصرف الصحي؟ لماذا بنعزز النظافه؟ لو نلاحظ من أجل إيش؟ من أجل الهدف العام، من أجل تحسين حصول عدد كذا وكذا من الأشخاص على المياه الشرب النظيفة. يعني حتى هذه الأهداف الخاصة هي ما زالت تخدم الهدف العام. لو لاحظتوا ما هو أهم اختلاف في الهدف العام والأهداف الخاصة، إن الهدف العام تكلم على الأشخاص، يعني الآن من الاستفادة قدها عند الأشخاص، بينما هنا مستوى التحسين اللي حصل ما زال في المشاريع نفسها، يعني ما قد عرفناش انه الناس استفادوا ولا لا في هذه المرحله. فالاهداف الخاصه هنا الصرف الصحي موجود، بس ما قد احناش متاكدين انه الناس استفادوا، وهكذا في النظافه. لكن الهدف العام يؤكد ان المستفيد وصلت له الخدمه. حتى ممكن اذا عشان نعبر عن هذا كله ممكن نقول على مياه الشرب النظيفة بكمية كافية والصرف الصحي الآمن والنظافة خلال كذا وكذا. لو تلاحظوا عشان هذا يكون فعليا معبر عن الثلاثة كلها.
طيب لو نجي لعند التلوث النظافة أو التلوث البيئي، فنقول تحسين النظافة الشخصية ممكن والمجتمعية في حي الشماسي بمديرية صالح محافظة تعز خلال 2022 ميلادي. طبعا احنا ممكن لا يعني انه الصياغة اللي انا جالس اكتبها يعني انها بمست بيرفكت، لكن الان احنا معاكم جالسين نفكر ممكن انه بعد مثلا بكره اراجعها واعدل واضبط اكثر، ممكن الان واحد اخر يجي يراجع بعدنا ويضبط اكثر. فلذلك دائما احنا نتكلم كل ما اشتغلنا مقترح كفريق مش كشخص واحد، كل ما تحسنت الصياغات تحسن الاداء، اي هفوات ممكن تتصلح، اخطاء املائيه، اخطاء لغويه، اخطاء نقش في الاعداد في الارقام في ترتيب الامور، كل واحد ممكن يحسن حاجه ونطلع مقترح رهيب. أنا يهمني الآن في هذه المرحلة هل تشوفوا الأهداف انضبطت ولا باقي عندكم أي استفسار؟ راضيين عن الأهداف؟ نعم واضحة. واضحة، أعتقد إنه غطيناها كحلول يعني وأدوات. في نقطة ثانية، هل عرفتوا من أين أصلاً اضطرينا نعمل الصياغات؟ هل اخترعنا؟ رجعنا للأول. لا لا، رجعنا للمشاكل وعكسنا واستخدمنا صياغات التحسين والزيادة والأفضل اللي هي بوزيتيف. مع أنه في ترابط، يعني عندما عملنا تحليل للمشكلة ما كانش ضايع وقت. لا أكيد. هذا أهم نقطة. طيب وإحنا الآن نشتغل، لو تلاحظوا هذه شجرة الحلول هي نفسها بتتحول إلى نظرية التغيير. هذه نظرية التغيير بالشكل المبسط. فلذلك احنا لو تلاحظوا في نظرية التغيير اشتغلنا الأهداف، اشتغلنا الآن بنعمل الأنشطة بس ما قد كملناهاش، معنا مخرجات ونتيجة وأثر. فأنا ممكن الآن أتوقف في هذا المرحلة وندخل جلسة جديدة نتكلم على نظرية التغيير كيف انعكست فقط بشكل سريع، وبنرجع تماما لنفس هذا الجلسة ونشتغل مع بعض.